وإلى أخبار الطقس، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسا مستقرا على معظم مناطق المملكة، في حين تكون سماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة. هذا وتوقعت الهيئة تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.